الجمهور يبي يعرف شو اللي صار يعني بعد هالسنوات الطويلة. شوف سعود يعني الجرح جرحي أنا والألم ألمي أنا والناس ما يحسون بالألم. الألم أنا مو أقصد إني تركت القبس أو طلعت برا القبس، لا، القبس مرحلة عمر ومرحلة يعني هاي سنة الحياة. يقول لك في بعض الحالات مع تطور الزمن الأجيال تتغير، فما ممكن تتعاطى معها بعد ما تعدي 60 وانت شارب من مبادئ وأسس وطريقة عمل معينة. فأعتقد أنه كان يفضل أن نترك الساحة ولا ينضغط علينا أكثر أو نستلم شيء إحنا ما نبيه، لأن أنا عايشت جيل وعايشت سنوات عمري كلها في صحيفة حرة وصحفيين أحرار. الآن أنا لا أدعي أن القبس تغيرت، لا، هي بالنسبة لهم هم ومجلس إدارتها ورؤية رئيسها والنعم فيهم كلهم، لأن بالنهاية عزيز أبو سعود هذيلي يعتبرون يعني من أسرتي، لأن أنا داومت بالقبس أكثر ما داومت ببيتي. اللي حصل أنه أنا شخصيا ما كان عاجبني بعض الأمور بعض السياسات اللي مفروضة علي، فلذلك يا جماعة المرحلة مو مرحلتي، أنا لا أقبل في هذه الأمور وأنتم ما تقبلون في أموري، فلذلك يجب أن ننفصل يعني وانفصلنا. أما ما يشاع بأن صارت هوشة وأن هذا صرف لي وهذا كله كلام خارج نطاق الحقيقة، وأقول عبر هذا المنبر وبكل أمانة وصدق أنا في فترات تضايقت منها لكن تحملت مسؤوليتي. لما وصلت لباب مسدود أعتقد كان لابد من الطلاق البائن، وهذا الطلاق حصل كما يحصل، هي سنة الحياة يا أبو سعود. نعم. يعني بعد خبرة 45 سنة ولا الرياضة وخدمة، مش خبرة يعني خبرة. نعم. هذه بالعمر خدمة 45 سنة، الرياضة ما تستحق أنك أنت تدخل بعد هالعمر بصراعات عشانها. نعم. أنت أدرى والرب أدرى. نعم. مني يعني. نعم. يعني ما في أنك تدخل صراعات بالرياضة عشان فلان وفلان وفلان وفلان. طيب أنا شخصيا أقول أنه مشكلة الرياضة بالولاءات الشخصية، أنا مالي ولاء شخصي. طيب بس البعض تابعك عن أبو حمود بعد يعني خروجك من القبس في مقالاتك اللي تكتبها في إنستغرام لاحظوا تحول في آراء وأفكار جاسم أشكناني عما كان في القبس بعد خروجه من القبس. سؤال جيد بدي أرد عليه. أيضا أنا بحياتي ما سدد فواتير، وهذا مبدئي وهذا ولائي لقلمي وهذا دستوري في الحياة. أنا ما تغيرت ولا قلبت. أنا كنت أنتقد زمان الأندية الجمعية العمومية وكنت أسميها باسم معروف، هي جمعية الدمار الشامل. وأنا لما كنت أنتقد الرؤساء الواضحين كرئيس اتحاد كرة القدم الله يشافيه ويمسي عليه الشيخ طلال أبو مشعل، لأنه كان رئيس اتحاد وكان واضح فتنتقده مباشرة بينك وبينه. لما كان رئيس نادي القادسية ما ممكن تنتقده لأن الإنجازات اللي عنده، ما ممكن أنت تنتقد نادي القادسية وهو ناجح، تنتقده بعض التصرفات الشخصية. فالانتقادات هذه لا زالت موجودة وكانت موجودة، لكن مشكلة الناس إنه ما عندهم الاطلاع الدائم، يطالعون التواصل الاجتماعي وما يقرون القبس، والناس تقول وين القبس وين القبس. هم المطلوب مني إن أنا هاجم شخصيتين أو شخصية معينة، والشخصية المعينة اللي يطلبون مني أن أهاجمها مو واضحة بالصورة. يعني خليني أقول أسماء بدون يعني، أنت أي واحد يطالبني هاجم خالد الغانم، خالد الغانم مو واضح بالصورة له، يقولون قائد التكتل، أشوف التكتل كله متجمعين بمكان ثاني وعند خالد الغانم. قد تكون رؤيتي ضبابية لكن أنا مستمر كنت مستمر بنفس الكتابة، والدليل الآن
لنبتعد عن خالد الغانم ونبتعد عن نادي الكويت. الشيخ أحمد يوسف رئيس اتحاد كرة القدم، أكو أحد ما يدري علاقتي فيه؟ كنت أكتب عنه اتحاد دفن الموتى واتحاد فاشل واتحاد كذا. فالناس تبي منك شيء تسويه حتى يقولون أن أنت ماشي بالطريق الصح. أنا أعتقد أنه كنت ماشي بالطريق الصح، ولو ما كنت ماشي بالطريق الصح لما وصلت إلى تقديم الاستقالة. يعني مو ندمان على الفترة السابقة أو ما كتبته في الفترة السابقة من أمور مو ندمان عليها ولا متحسف؟ أي أمور يعني؟ يعني انتقاداتك المستمرة مثلا لاتحاد الشيخ طلال أو للشيخ طلال أو اللجنة الأولمبية أو الوضع الرياضي في الكويت. يعني حلو السؤال عزيز. بالعكس سؤال هذا أنا أتقبله بصدر رحب. لا أنا ماني ندمان، لأن أتمنى أنت ما تندم على السؤال. لا لا، لأن اللي فتح جنطة العبث بالرياضة هو التكتل الأول أيام الشيخ طلال. استمرت العملية. لا ما في عبث بالرياضة. ها؟ لا ما أنا هذا رأيي. أنا هذا رأيي. إيه أنت لك رأيك. أنا ما شو الجنطة اللي انفتحت لم 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 يسمح لها أن أصلاً تعمل بسهولة. أنت كنت أدرى في الموضوع. أنت أحد الأشخاص عن أبو حمود كنت ما تخليهم يشتغلون على الراحة. أي شيء يسوونه بطيتهم مقالة. يعني أي شيء يعني يسوونه يعني بطيتهم مقالة. يعني أنا هذا أنت طبعاً ناهيك عن يعني عن البقية. شلون؟ يعني أنا أقوى منهم. أبو حمود أنت رجل إعلامي صح؟ إيه؟ الإعلام يشير رؤساء دول مو يشير مو تهذا. صحيح. أنت مؤثر. صحيح. مو أقوى صحيح منهم لكن صحيح لك تأثيرك الكبير عن أبو حمود. بس إحنا ما بناخذ وقت الإخوان. ما يخالف. أنا مؤيد توجه. أنا مقدر توجهك. أنا توجهي ترى وجهة نظري. إيه إن أنت كنت على خطأ أبو حمود. اسمح لي الكلمة. لا هذا من حقك. كما أنتقد الناس من حقك تنتقدني. يعني أنا ما عندي مشكلة فيها. لأن أرى الفترة اللي فاتت ما خليت الناس تعمل عن أبو حمود. مجلس الأمة من صوب، الحكومة من صوب، الشيخ طلال حطيته في النون وما يعلم شلون تبي يعمل يا عمرو. قلت هذه الجملة مسروقة من فيصل الجزاف. أيوة. كلن أنا قلت لك الجنطة هذه اللي انفتحت هي اللي دمرت الرياضة. أنت مقتنع أن إحنا ساهمنا في تدمير الرياضة. قبل الإيقاف الرياضي وين كانت الرياضة؟ موجودة يا أبو حمود. وين؟ موجودة. ليش؟ إنجازاتها وايد إنجازات. شنو تبي؟ تبي على أي مستوى؟ أنت قبل أنا متخصص في كرة القدم. كرة القدم أنا أعطيك فترة يا عم أبو حمود أنت عاشرتها. أحسن فترة في تاريخ كرة القدم. كل المراحل السنية تأهلت إلى كأس آسيا. منتخبنا خذ غرب آسيا وخذ كأس الخليج. منتخبنا الشباب والأولمبي كان على وشك التأهل إلى الأولمبياد. منتخبنا الأول كان على وشك التأهل كأس العالم. يا وقفوا الرياضة الحكومة ومجلس الأمة. هاي إنجازات كرة كويتية. بعد شو تبسوي؟ رايح على مستوى الجهال تقول لي إنجازات؟ لا هذا إنجاز. وين الجهال الحين؟ وين أشتات؟ وين الجهال أبو حمود؟ هذا الجيل. وين هم الجهال؟ هذا الجيل المدمر دمر. بالنهاية عشان لا نأخذ وقت الناس. أنا آسف يا أبو مشعل لأن الموضوع انفتح وأنت قاعد بالبيت. أنا مو من حقي أنتقد إلا من يعمل في الحركة الرياضية. لكن عودة إلى الماضي القريب. باختصار الرياضيين أنا شخصيا من بعد فهد أحمد الفهد الرياضيين اللي اشتغلوا بالرياضة مثل المسافر اللي يسافر ومع وايد جناطة هلا مستانسين ناطرين جاي بالصاغة طلعوا ولا جاي جناطة كلها رمل. عرفت شلون؟ كلها السفرة والثقل والوزن والطيارة فتحوا الجناطة ولا الجناط كلها رمل. الرياضة حملوا الجناط والقيادات. لو ساتبخص حق أحمد الفهد. والقيادة. لا أنا قاعد أقول لك. أنت قلت أنت من بعد فهد الأحمد. لا أحمد الفهد لا. أنا سوق على أحمد الفهد. أنا سمعت إنه شهيد. لا أنا قلت أحمد. ما قال شهيد. آسف حقك عليه. حقك عليه. ما أبخص حق أحمد لأنه أنا أكرر كلامي دائما لدرجة يقولوا لي الناس أنت يا أخي دوخنا بأحمد الفهد. وقفت حلاوة الرياضة مع رحيل أحمد الفهد. طيب. هروح اقبل انا استر الحين شلون استر والله طبعا خلصت الجناط ابو علي